اللي هيفضل صوت الناس اللي بيعبر عن آرائهم ومواقفهم وأحلامهم وينقل نبضهم للمسؤولين ويحمل شكاويهم. واحد من الناس هو برنامجكم انتو، عشان كده عايزكم تشاركوا في كل فقراته، وكمان احنا بنقبل كل مقترحاتكم وافكاركم وفيديوهاتكم وصوركم نتفاعل معاها، لانها هتبقى جزء من البرنامج. المرة دي البرنامج ده بتاعكم انتو، بيعبر عنكم انتو. واحد من الناس كعادته بيحاول يساهم في حل مشاكل المرضى والمحتاجين، وبالتعاون مع جمعيات كبيرة ومستشفيات كتيرة ودكاترة محترمين، عندنا السنة دي خير كتير هنقدمه. عايز اقول لكم يعني هنقدم خير في كل حاجة. اولا صفحة البرنامج اللي هتنزل اسمها واحد من الناس على الفيسبوك. كان في زمان مشكلة في التليفونات، ان نتكلم في التليفون بنلاقي التليفون مشغول، بنلاقي فيه مشكلة في التواصل. لا، الصفحة موجودة، خش اكتب مشكلتك واكتب اسمك ورقم تليفونك. عندنا ناس قاعدين بس للصفحة، يكلموهم يسمعوا شكاويهم. اللي عايزنا نروح له هنروح له. اللي عنده مشكلة في البلد اللي هو فيها، في المنطقة اللي هو فيها، في الصرف الصحي، في المية، يبعت لنا المشكلة وحنعرضها وحنجيب المسؤول عشان ان شاء الله يحلها، ونتابع كمان انه بيحلها. كمان اللي عايز تتجهز تبعت وتقول ان انا عايز اتجهز او عايز يتجوز ومشكلته في الجهاز، هنخش. اللي عايز عمره، اللي عايز شقه، احنا السنه دي بنقدم كم كبير جدا من العمرات والشقق وال، مش عايز اقول جواز، عايز اقول احنا بنقدم لكم احتياجاتكم اللي انتم عايزينها، وربنا يقدرنا بفضلكم نقدر نعمل ده ونعمله كتير ان شاء الله. خلوني كده، احنا من كتر الناس اللي مشاركين معانا المره دي عندنا كم كبير جدا حاجات هنعملها، هعرض تقرير بسيط جدا عن شركائنا في عمل الخير السنة دي في واحد من الناس. تعالوا نشوف التقرير. ويستمر برنامج واحد من الناس في تقديم رسالته السامية التي تحولت إلى فكر وسلوك لدى القائمين عليه، ويواصل مسيرته المعطاءة بعقد بروتوكولات تعاون مع نخبة من رواد العمل التطوعي. فخلال هذا العام ستقدم جمعية الأورمان برئاسة المهندس حسام الأباني 100 طرف صناعية و100 كرسي متحرك، كما ستجهز 300 من العرائس اليتيمات وتشارك في 200 مشروع تنموي، كما ستقدم 200 سماعة أذن، وستجري 200 عملية عيون، و50 عملية قلب مفتوح، وتساهم ب100 قافلة غذائية وبطاطين ولحوم، وستشارك في تركيب أسقف للبيوت ووصلات للمياه والكهرباء. أما مؤسسة صناع الخير برئاسة الأستاذ مصطفى زمزم فستساهم بتقديم قوافل طبية للعيون واستقبال 5 حالات زرع قرنية و60 حالة لعمليات المياه البيضاء والزرقاء شهريا، وكذلك توصيل 100 وصلة مياه للقرى الأكثر احتياجا. وتم الاتفاق مع الدكتور عادل الفرجاني للعلاج الطبيعي والعلاج بالأكسجين بتبني حالتين كل شهر من حالات نقص الأكسجين، وتم الاتفاق مع جمعية رسالة على مساعدة وتبني حالات البرنامج لتركيب أطراف صناعية وسماعات أذن وتجهيز العرائس وتسقيف المنازل بالألواح الخشبية وإطلاق قوافل غذائية. وتم عقد بروتوكول تعاون مع مستشفى القاهرة للعيون الدكتور عمرو الأسود لإجراء 5 عمليات مياه بيضاء وحالتين مياه زرقاء وحالتين زرع عدسة وحالتين زرع قرنية وحالة شبكية. وسوف تقوم جمعية الدكتور مصطفى محمود بالكشف على حالات البرنامج مجانا في كل التخصصات، بالإضافة لإجراء 5 عمليات مختلفة شهريا وتجهيز 6 عرائس أيتام. الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة الأستاذة هناء إسماعيل ستساهم بتسديد ديون الغارمات وإجراء عملية جراحية، بالإضافة لتسليم كرسيين متحركين واستقبال حالات الأوتيزم والعلاج الطبيعي. وتم الاتفاق مع مستشفى سعاد كفافي على استقبال حالات البرنامج والكشف عليهم بالمجان وإجراء عمليات جراحية بمختلف التخصصات ما عدا الأمراض المزمنة.
أما مؤسسة إبصار فستجري عمليات المياه البيضاء والزرقاء للمرضى من خلال القوافل الطبية بمحافظات الوجهين البحري والقبلي. وتم الاتفاق مع الدكتور عاصم رستم مستشفى أيادي المستقبل على تبني 3 حالات شهريا من مرضى السرطان. أما جمعية الهنا الخيرية فستقدم للبرنامج 200 وصلة مياه لتوصيلها للقرى الأكثر احتياجا. كذلك تم الاتفاق مع المهندس أحمد غريب سنتر الهلال الأطراف الصناعية بتبني حالة كل شهر لتسليم طرف صناعي أو كرسي متحرك. وسيستقبل الدكتور مجدي خيري سمرة استشاري المخ والأعصاب والعمود الفقري 3 حالات أسبوعيا ويجري العمليات اللازمة لهم. أما مؤسسة الإغاثة والطوارئ فستقدم فحصا مجانيا بالإضافة لإجراء عمليات المياه البيضاء والزرقاء وزرع العدسة من خلال القوافل الطبية. وتبرعت مستشفى الهلال الأحمر بالكشف المجاني بجانب عمليات كسور العظام. وسوف تقدم شركة الخلود للأجهزة الطبية كرسي متحرك شهريا. أما مركز الحياة للأسنان الدكتور باسم لاشين فسيقدم كشوفات لأي عدد من حالات البرنامج لخلع وتنظيف الجير وعلاج اللثة والحشوات بالمجان. وتم الاتفاق مع الدكتور أشرف المرغني استشاري الجراحة العامة واستئصال الأورام بتبني 2 حالات كل شهر من المصابين بأمراض تستدعي التدخل الجراحي. وتم الاتفاق مع الدكتور هشام عبد الله استشاري الجراحة العامة والمناظير بتبني 2 حالات كل شهر لعمليات الغدد والمرارة والعمليات التي تحتاج لجراحة بمستشفى أكتوبر. وتم الاتفاق مع مركز الدكتور محمد العالم للأسنان على تبني 2 حالات كل شهر. كذلك مراكز ميجاسكان للأشعة الدكتور حافظ شريف ستتبنى 2 حالات شهريا. وتم الاتفاق مع جمعية الروشتة الخيرية للمساعدات العلاجية والتنمية لتقديم علاج مجاني 20 حالة من حالات البرنامج الغير قادرة. وكذلك مركز إبصار للعيون ببنها سيقدم كشفا بالمجان ويجري 10 عمليات مياه بيضاء و2 مياه زرقاء شهريا. وسيتبنى الدكتور محمد حلمي مركز بيتر لايف للأسنان والمخ والأعصاب والسمنة 2 من حالات البرنامج شهريا. كذلك الدكتور محمد أورا استشاري علاج آلام العمود الفقري سيجري 2 شهريا لحالات البرنامج. وسيجري أيضا الدكتور هشام العناني بمستشفى جنة التخصصي للجراحة 2 شهريا. أما جمعية المصباح المضيء المهندسة جيهان ريحان فستطلق قوافل غذائية شهريا وتكفل عددا من الأرامل والمرضى وكبار السن وتفك أسر الغارمات وتجهز العرائس وتبني الأسقف وتبني محطات تنقية مياه ووصلات مياه. على مدار سنوات قدم برنامج واحد من الناس نموذجا فريدا للإعلام الهادف القادر على خدمة وتطوير وتحسين أوضاع المجتمع. المسيرة ما زالت مستمرة ولن يتوقف نهر العطاء، وفي واحد من الناس معا سنستمر في تقديم يد العون لكل الناس. تقارير طويلة نعم، لكن فعلا أنا بشكر كل الناس اللي فيه. شكرا لكل شركاء النجاح اللي بيمدوا ايديهم معانا علشان بلدنا، وانتم تكونوا ان شاء الله مبسوطين ومرتاحين. وعايز اقول لكم ان شاء الله ان كل واحد عاوز يعمل خير احنا تحت امره، وكل واحد عايز يعلن عن مبادرة احنا تحت امره. يعني كمان مش بس انت هتبعت شكوى، لا، لو انت عندك مبادرة من مبادرات الخير ابعت المبادرة بتاعتك، احنا هنيجي لغاية عندك وهنصور المبادرة وهنزيحها في البرنامج وهنبدأ نشوف مين تاني هيعمل زيك عشان نروح ونصور معاه. كاميراتنا كتيرة، امكانياتنا كبيرة ان احنا نكون في كل مكان في مصر. احنا جمهورنا طبعا فوق راسنا القاهرة والجيزة واسكندرية، لكن احنا كمان اهالينا في ابلي وبحري كلهم فوق راسنا، هنجيلكم لغاية عندكم ان شاء الله، وربنا يقدرنا ونقدر نعمل المطلوب مننا وزيادة. عايز اقول لكم ان كمان الحقيقة حكايات الناس على السوشيال ميديا بقت من الحاجات المهمة جدا واللي انا بهتم